أنا شاب أرغب في بعض الطاعات كصيام النفل يوم الخميس والاثنين والذهاب إلى مكة لأداء العمرة وغير ذلك، إلا أن والدي يمنعني، فما موقفي منه؟ عليك أن تستأذن والدك وأن تستسمحه في ذلك، لأن بره واجب وهذه نوافل، فلا تقدم النوافل على الواجب. بر وابيك واجب، وأن يكون صومك وذهابك يعطل عليه مصالح ويسبب عليه مشاكل، فينبغي لك أن تجتهد في إرضاء والدك واستسماعه حتى يسمح لك بصوم الاثنين والخميس، وحتى يسمح لك بالذهاب إلى العمرة غير واجب. أما العمرة الواجبة والحج الواجب فالواجب أن يسمح لك، وإذا أبى لك أن تحج الحج الواجب إذا كنت قادرا، وتعتبر العمرة الواجب إذا كنت قادرا ولو لم يسمح. لكن هذا في النوافل، العمرة النافلة والحج النافلة نحو ذلك. ايوه، حتى لو كان امر الوالد لولده بحلق لحيته مثلا، هذه معصيه، لا يجوز الا طاعته في حلق اللحيه ولا في جر الثياب ولا في ترك الصلاه في الجماعه، معصيه ما يجوز، انما الطاعه في المعروف، لا طاعه مخلوق ولا استخاله. اما النوافل لا، ان النوافل يجتهد مع الوالد في الجماعه حتى لا يكون بينه وبين الوالد شر ولا خوف.